خلدون أحمد الأحمد مواليد 1982 الجنسية السورية يعطيكم العافية كيفكم؟ شو هاللعبة هي؟ شو اسمها؟ ليش ماكم بالمدرسة؟ أنا صار لي بالمخيم عايش 6 سنوات من المشاكل اللي بيواجهوها الأطفال هو عدم الذهاب إلى المدارس بسبب عمالة الأطفال لأن الأهالي بيشغلوهم بالمزارع مشان يجيبوا مصاري والوضع سيء عند الأهالي حالياً أنا متطوع لدى مؤسسة نور الحسين نعمل على حصر أعداد الأطفال اللي بدي يسجلوا في المدارس الحكومية سجلناهم في المدارس قمنا بتوزيع القرطاسية على الأطفال عشان تخفيف التكلفة على الأهالي وأيضاً نعمل على ورشات توعية لأهالي الأطفال وهي الورشات عن أهمية التعليم القضاء على عمالة الأطفال الزواج المبكر وذلك لتقليل من عمالة الأطفال ولضمان عودة الأطفال إلى المدارس الحكومية